فخر الصناعة المصرية وفخر الصناعة الزملكاوية. اللي أنا هتكلم عنه مدرب عظيم جدا، بيلعب في دوري قوي جدا ومثير جدا، وكفاية إنك تعرف إن الدوري ده يعني فيه بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وبطل الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، وبطل طبعا السوبر الإفريقي أيضا الموسم الماضي، كله داخل هذا الدوري. والمدرب المصري الزملكاوي الرائع جدا طارق مصطفى يكتب المجد في الدوري القوي ودوري المنظم والمثير بحروف من ذهب. طارق مصطفى اللي خطف الأنظار ولازم ياخد حقه عندنا في مصر وأيضا في المغرب، هناك حبوه جدا واحترموه جدا، والآن مصنف بعد ما وليد الرجراجي ذهب لتولي تدريب المنتخب المغربي، أصبح الجميع وحاط إيده على عينه يقول طارق مصطفى أفضل مدير فني متواجد دلوقتي في الدوري المغربي. الكلام ده مش بقوله عادي، الكلام ده بقوله بالأرقام، لابد أن نشيد بهذا المدرب الرائع طارق مصطفى اللي بيتصدر بالتساوي الدوري المغربي بالتساوي مع حسينية أجادير بفرق الأهداف لحسينية أجادير نفس عدد النقاط 7 نقاط، في ظل اللي يعني أندية كبيرة جدا موجودة، وفي ظل لمسات كبيرة جدا وأندية دعمت بلعيبة كبار. ويكفي أن أنا بكلمك على طارق مصطفى اللي لسه فايز على نهضة بركان اللي كسبت طبعا الكونفدراليه، واللي كسبت السوبر الافريقي ايضا على حساب فريق الوداد، واللي خد الكاس العرش ايضا من المغرب 3 بطولات فازت بيهم النهضه البركانيه. ما قدرتش تكسب اولمبيك اسفي ولا تسيطر عليه، بل بالعكس اولمبيك اسفي فاز عليهم 2-1. وايضا فريق الرجاء اللي كان منتشب تدعيمات كبيره وكان من احد الاسباب الجوهريه للتاثير على انطلاقه فريق الرجاء هذا الموسم هو لقائهم الاول مع اولمبيك اسفي على ارضهم وسط جماهيرهم في وسط حشد كبير جدا من الجماهير، ويباغت طارق مصطفى فريق الرجاء بهدفين. الجماعة قال يعني يمكن دي حالة عارضة، طبعا الرجاء حاول ورجع وتعادل 2-2، ولكن النتيجة دي والأهداف اللي جت مبكرة في فريق الرجاء عملت هزة كبيرة، كان من أحد الأسباب الجوهرية ليها طارق مصطفى أولمبيك أسفي اللي صدم فريق الرجاء في صفقاته في بداية انطلاقته، ثم بعد كده بدأ السقوط تلو السقوط لفريق الرجاء اللي اتمنى له أكيد العودة السريعة لمكانته الطبيعية في الدوري المغربي. ولكن عريس الليلة النهاردة طارق مصطفى بنقول له مصر أم الدنيا، أنت مشرفنا ورافع راسنا ولازم نثني عليه ونثني على أي مدير فني ناجح يثبت وجوده ويرفع راية مصر في كل مكان. الإخوة المغاربة مقدرينه ومحترمينه، هتشوفوا تعليقات من يعني أنتم بنفسكم هتشوفوا بعينيكم تعليقات الإخوة المغاربة من خلال هذا الفيديو وهيقولوا إيه ويشكروا فيه إزاي. هتلاقي الرجاوي بيشكر فيه ويقول لك يا ريت يجي الرجاء، هتلاقي الودادي يجي يقول لك مدرب محترم، هتلاقي بتاع نهضة البركانية يقول لك مدرب محترم، هتلاقي هنا يشكر فيه وهنا يشكر فيه، ولكن في النهاية فمحظوظ فريق أولمبيك أسفي إن هو يمتلك مدرب زي طارق مصطفى، ومحظوظ طارق مصطفى إنه أيضا متواجد في أولمبيك أسفي في ظل الجماهيرية الرائعة والجمهور الراقي العاشق لكرة القدم. من مصر أم الدنيا بقول لحبيبنا وابننا طارق مصطفى مزيد من التألق والرفعة في دوري صعب، قدرت تحط ايدك على بصمة كبيرة جدا، وانا عايز الفيديو ده يصل لكابتن طارق مصطفى بنفسه عشان اقول له كمل. ولما لا بيحلم حلم كبير جدا كابتن طارق مصطفى انه يفوز بالدوري المغربي، حلم ممكن تسمعه تضحك ولكن ممكن يكون واقع في ظل ان هو متصدر الدوري دلوقتي بالتساوي مع حسينية اجادير بعد 3 اسابيع، ممكن يكون واقع لانه النادي اللي قدر يعطل انديه كبيره جدا في الدوري مع الانطلاقه الكبيره، حظه سيء انه واجه الرجاء وواجه النهضه البركانيه في اول 3 اسابيع، ولكن كان حظه كبير لانه اثبت انه فريق كبير وقدر يعطل الرجاء وكان متقدم عليه 2-0 وقدر يفوز على النهضه البركانيه بنتيجه 2-1. فاذا طارق مصطفى جاي يقول الموسم ده انا مش ضيف شرف، ومن هنا بنقول له برافو لازم يكمل، وكل الدعم كل الحب لكل مدرب بيعرق وبيجتهد وفرح جمهور اولمبيك اسفي واثبت ان هو مدرب عظيم رفع رايه مصر. تحيه كبيره جدا لكابتن طارق مصطفى من القلب الى القلب، ومزيد من الرفعه والتالق باذن الله. تحياتي لكم اسلام علوي، واتمنى الكلام ده يصل لكابتن طارق بنفسه. شكرا.